بمغادرة الملك، يأتي بقميص الأهلي، لكن هجوم عرباوي داخل المنطقة، هدف أول فعلا يأتي الهدف الأول للأحلام للعب. هنا الانطلاقة السريعة، يوسف أحمد القطار السريع ينطلق، يمرر كرة من ذهب أمام أحمد صالح. برافو برافو، تعامل مثالي أيضا لأحمد صالح خلفان في التمريرة الماضية، يضعها في أقصى الزاوية اليسرى لمحمد مبارك. صعبة 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 يا محمد، صعبة يا محمد. وأول تعود بنقلة ساقطة، ما فيها راية ما فيها راية، الثاني الثاني عرباوي، الثاني عرباوي. هو عبد الرحمن وليد لم يكن متسللا، لم يكن متسللا أبدا، وقرار سليم من المساعد الأول زاهي الشمري، وعبد الرحمن وليد تصرف بشكل ممتاز للأمانة. لعيب يتصدى لها، هنا فريد علي ينزل أرضية الملعب بديلا لعبد الله حسن كثاني التغييرات والتبديلات في تشكيلة النادي الأهلي. هذه المرة تبديل اختياري لكابروس جاكوين وليس اضطراري كما كان الحال في الشوط الأول. ركلة ركنية للأهلي، فضل عمر على التنفيذ، صاحب الكرة الخطيرة الماضية يتقدم لتنفيذ الركنية على القائم القريب، ملعوب الله، هدف أول للعميد يأتي من كرة ثابتة من ركلة ركنية. خليل شريف ينجح في تقليص الفارق، فضل عمر لعبها وخليل. الله 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 الله، برافو برافو يا خليل، رغم المضايقة الدفاعية لم تكن بالشكل المثالي، يرتقي خليل يوجه كرة رأسية ممتازة على أمير مهند نعيم. الأهلي يقلص الفارق، وقت مثالي جدا، وقت مثالي جدا للعميد أن يقلص فيه الفارق، يدوب 10 دقائق أولى لم تكتمل بعد، 7 دقائق فقط، 7 دقائق لانطلاقة الشوط الثاني، النتيجة تصبح 2-1 2-1. العربي ما زال متقدم، لكن هذا التقدم الآن أصبح محفوفا بالمخاطر بشكل أكبر. الأهلي يهاجم في الطرف الأيسر، نقلة عرضية مثالية داخل المنطقة، تبعد من الدفاع، فيها لمسة يد، فيها لمسة يد واضحة تحت أنظار حكم المباراة محمد ناصر، كان قريب من اللعبة، كان قريب من اللعبة، وركلة حرة ثابتة أهلاوية. هنا هنا الكرة فعلا، لمسة اليد واضحة ضد عبد الله معرفي، والركلة الحرة ثابتة تأتي للأهلي. المكان خطير، المكان خطير وقريب من منطقة جزاء العربي. الكرات الثابتة كانت ناجحة للأهلي، سجل هدفه الأول من خلال ركلة ركنية. مهند نعيم اللي أمامنا تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، لكن في الركنية لا يسأل عنها أبدا، لا يسأل عنها أبدا. تأتي الآن ركلة حرة ثابتة مجددا، ركلة حرة ثابتة مجددا للعربي أو للأهلي، قريبة من منطقة جزاء العربي. حكم المباراة محمد ناصر يعيد حائط الصد إلى المسافة القانونية، يجادل في المسافة لاعبي العربي، يجادل حكم اللقاء في المسافة أنها أكبر من اللازم، لكن هو صاحب التقدير وهو صاحب القرار أين يقف حائط الصد، مكون من 4 5 لاعبين من لاعبي العربي في الركلة الحرة الثابتة القادمة للعميد الأهلاوي. كريستيان نازاريت الكولومبي يتقدم أو يقف أمام الكرة من أجل التنفيذ. كريستيان ممكن التسديد المباشر أو ترسل ساقطة، كريستيان كريستيون في حائط الصد، كرة كريستيان تعود مجددا للأهلي. ماذا يفعل مهند نعيم؟ خارج مرمى، التعديل يأتي، لم يتأخر هدف التعديل كثيرا، هدفين للأهلي في ظرف دقيقتين فقط، في ظرف دقيقتين، قبل دقيقتين العربي متقدم 2-0، بعد دقيقتين تعادل 2-2. مهند نعيم يخطئ يخطئ، ماذا تفعل يا مهند؟ حارس المرمى يترك مرماه بهذه الطريقة وحيدا دون حماية، كريستيان عرضية داخل منطقة الجزاء دون الله، تهيئة الكرة بالرأس كانت بشكل ممتاز، وهو نفسه خليل شريف
القائد يسجل الثاني للأهلي والثاني له شخصيا، له شخصيا خليل شريف. يا لها من بداية شوط ثاني للعميد، وجه آخر مغاير للعميد الأهلاوي في شوط اللقاء الثاني وسط تفكك لدفاعات العربي. الأهلي يعدل النتيجة، يدوب 10 دقائق الآن فقط، 10 دقائق في الشوط الثاني فقط، الأهلي يسجل هدفين ويعدل النتيجة إلى 2-2 2-2 للعربي. تحلى المباراة للأهلي. كريستيان نزلت، كريستيان 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 الثالث الثالث المباراة. نلاحظ معا الإعادة، هنا مر كريستيان، هنا سدد الكرة في الجزاء الحاضرة للأهلي. كريستيان إلى نهاية الشوط الثاني متقدم 3-2. هنا كريستيان معاها مهند راعي، قوية قوية كانت وصعبة على مهند.